إذا خليته ببطني بيقتلوني أهلي، ما بدي ولاد بكفي سقطي، ما بدي ولد مشوه أو مونغولي. هيدي العبارات بيقولوها كتير من الشباب، بيقولوها كتير من البنات، أوقات بيحبلوا بطريقة معينة، والنتيجة وحدة: قتل روح بريئة. والوسيلة هينة كتير اللي تعرفنا عليها، دواء للقرحة اسمه سيتوتيك، كلفته 17500 ليرة. كيف عم ينباع هيدا الدواء بالصيدليات؟ هل الكل عم يلتزم بورقة حكيم لحتى يعطي هيدا الدواء؟ هل في نساء عم تجهض بمساعدة الحكمة؟ خلينا نشوف سوا التقرير ومنتابع. حبوب السيتوتيك هي تتضمن في تركيبها مادة بروستاغلاندين، كانت توصف دائما في العقدين الماضيين وما قبل لحماية المعدة، تحديدا سيتوتيك، وتحول إلى دواء فاعل في الإجهاض، وهو مفروض أنه لا يصرف من الصيدليات إلا بوصف الطبيب، لكن للأسف يصرف بدون وصف الطبيب في إقبال كثيف من اللبنانيين ومن السوريين أكثر كمان. كيس بدي سيتوتيك يوصل حكيم؟ نو صراحة مش لقلي لأمك، بس هي بقى اكثر ألف شي بيلي اياها 17750. كيس بدي سيتوتيك؟ سيتوتيك هيدي ما بنعطى إلا على رشدتها، لأنه صراحة قال لي اياها على التليفون الدكتور. ما بشتك اياها حالا بدي سيتوتيك. سيتوتيك؟ يس. سيتوتيك. نعم. أنا أخذت السيتوتيك لنزل البيبي، جبنا من الصيدلية بوصفة حكيم وأخذته، بس ما مش على علم إنه دواء غير هيك، اضطريت إني نزل. بس اخذته للدواء حسيت بشويه مغص، كان الحكيم قايل لي متوقع انه يصير عندك مغص، يصير عندك وجع ظهر كوجع ولادي تقريبا، وراح يصير في نزف دم. بقى اكيد يعني ما بنصح حدا يعملها، هيدي روح بالاخر وحرام تموت، هيدي جريمه بالنهايه. برامنا مثل ما شفتوا على عدد من الصيدليات كعينة على يلي عم بيصير، كان في صيدلية أكوا ماريا وصيدلية سمر، هن اللي بيعوا الدواء بلا ورقة من الحكيم. أكيد في كتير غيره من الصيدليات، احنا برامنا بكل لبنان في غيرهم وغيرهم عم بيبيعوا بلا ورق وعم بيبيعوا ادويه غير سيتوتيك. دكتور سكريه كمان مثل ما شفتوه بالتقرير اكد على الاقبال الكبير على هذا الدواء يلي مفروض هو يكون لعلاج القرحه ولعلاج المعده، ولكن باخر سنتين تبين انه هالدواء فعال بالاجهاض وعم بيلاقوها طريقه سهله. على كل حال معنا اتصال مع نقيب الصيادلي بلبنان دكتور ربيع حسونه. دكتور مساء الخير. انا مسرور، كيفك؟ يعطيك العافية. ما بعرف إذا تابعت الريبورت يلي قطع، وكان عنا صيدليتين نحنا باعوا هيدا الدواء بلا رشدة حكيم. يعني أنا أول شيء يعني بدك تسمح لي بتحفظ على نشر أسماء هنا للصيادلي على الإعلان، مثل ما نعطي إيحاء إنه هدول الصيادلي عندهم مخالفات، أو نعطي إيحاء إنه الصيدليات عندها في مخالفات. بكل مهنة بكل محل وبكل دولة بتلاقي في ناس نسبة بسيطة ممكن اليوم يطلعوا شيء براءة القانون ببعض الأمور، هذه تعالج بالطرق المضبوطة. ولكن حضرة النقيب نعم لو ترجع على سجلات النقابة بعد ما حضرتك بتشوف إن نحن اليوم عندنا أولوية هذا الموضوع، نحن وزارة الصحة بالتدقيق على خليني علق على اللي قلته حضرتك. اليوم في يعني انا ما عم بعطي ايحاء، اليوم في جرم تم مخالفه للقانون علنا. يا سيدي انا بتحضر فني جرم، خليني اقول لك ليش فني جرم. لما حضرتك تبعت وحده لتفوت صيدليه تقول انا بدي سيتوتيك، موضوع السيتوتيك هذا يستعمل للقرحه، انا بفني جرم لما اجت فات قالت لي انا بدي اجهد وعطيتها هذا الدواء. بس هيدا الدواء ممنوع ينعطى بلا وصفه حكيم. لحظه، بلبنان انا ما قلت لك مخالف القانون، انا اكيد مخالف. اليوم في لائحه لدي بلبنان ممنوع شيء ينعطى الا بوصف الطبيب، في لائحه المفروض تطلع من قبل وزاره الصحه ونائب صيدلي نحن عم نشتغل عليها، لان هي اللائحه اللي بتتضمن الاصناف المفروض تصرف من الصيدلي بموصفه. انا مش عم بعطي اسباب تخفيفيه لزملاء الصيدلي اللي عملوها،
اليوم مجرد اعطاء دواء بدون ورقه طبيه مخالف القانون. نعم. بس اليوم انا هذا الموضوع يعالج بالاطر اللي هي من ضمن من ضمن وزاره الصحه. لا توصل لذلك. انا انت ما بتحب تشرف وتشوف نحن هذا الموضوع مين اولويه نحن عم نتابعه. وفي خلافين من اغلب الصيادله هذا الموضوع ممكن لسبب معين. اليوم هذا الصيدلي دواء الارحف كثير مصنف عالميا يستعمل بدون وصفه طبيه، اكيد هذا بده وصفه طبيه، اكيد جريمه اذا انعطى بقصد شو اسمه الاغراض. يعني بس الصيادلي اللي فاتوا لعندهم صيادلي ثلاث ارباعهم رفضوا لانه معروف وقانونا قالوا له بدك ورقه حكيم. صح. انا بشرح قلت لي ثلاث ارباعهم رفضوا، يعني بكل محل ممكن تلاقي حدا لسبب معين لشيء عاطفي ولا فات حدا، بس اكيد ما في كلهم لانه ما جاء قال انه انا عندي وضع اجهاض تمطي. هو هذا يعني هذا دواء القرحه ويعالج القرحه. اليوم في كثير ادويه تعالج القرحه المفروض تنعطى فيها تنعطى بلا وصفه ضمن المعايير العالميه والتصنيف العالمي. هذا هو اللي انا عم بقوله. بس انا بدي كمان بقول شغله ثانيه، هي بس الموضوع واقف اليوم على موضوع في الفيتامين تنعطى بلا وصفه. انا تاخذ لي في كثير ادري عم تنبهي مش من 100% ما وقف على هذا الدواء من قبل وعم بتضر بصحه المواطن وعم بتضر بمصير المواطن. في ادويه هرمونات عم تنباع بالنوادي وامرار عم تقتل شبابنا. اليوم في هرمونات حقهم يكون هالقد بنضر شو بنباع مضاعف الحقن. يعني معالج الموضوع انا بحترم اليوم الريبورتاج اللي بحاولتك حطيته، بس انا احكيكم على الموضوع الفلكي. نعم. طيب اليوم شو الاجراء اللي بيتخذ عاده بالنقابه؟ بس في شو اتخذ؟ في اوريدي اجراءات نحن عم ناخذها. يعني عم بحكي عن ريبورت يلي انحط اليوم، عم بحكي عن اليوم لا لحتى ارجيك في الاجراءات اللي عم ناخذها. بس انا قلت لك بتحفظ لانه لو ما في المريض هلا حضرة النقيب يلي طلعت حكيت حضرة النقيب المواطن اللي صورنا معه حكيت راحت جابت سيتوتك واجهضت عندنا شهاده بالريبورت. يعني معلش كرمال مصداقيه النقابه امام الناس. بس انا حاجه اذكرك انه هي ما فاتت قالت لنا اني لبنان وانا رجل الاجهاض كرمال النقاب. اول شيء انا اي واحد بحب يشرفنا يشوف نحن كيف عم نتابع هذا الموضوع وكيف نحن بس حضرة النقيب ليش على طول بتعتبروا اذا حكينا بالاعلام بنكون عم نشكك بعملكم؟ ما حدا عم يشكك بعمل النقابه وبنواياكم، ولكن اليوم نحن امام مخالفة. يعني ما كنت حضرتك ضيفنا لانك المرجع، يعني نحن بنعرف انك رح تتحرك ما عم نشكك فيك. لا لو تقدم اتصال للنقابه كيف انا وضحت الصوره بشكل واضح انه هذا الموضوع ما المفروض يطلع. بس كفايه الحريه اللي علينا انا بحترمها وبقدرها. قلت له او احدث اعطي رايي بكل حريه كمان. انا بتقبل انك تقدر رايي بكل حريه. لا انا متقبلين رايك طبعا. بس انا كمان بتشكرك انك ثلاث ارباع الصيادين ما قبلوا. انا بعتبر 90% ما قبلوا 90%. انا رح وافق معك عم بتطلع على 10%. وال10 اللي قبلوا لانه اعتبروه انه عم يعطوا دواء للارحم حتى ولو يعني اعتبروه. يعني انا مع احترامي كمان لرايك انا رايي يخالف. يعني يا حضره النقيب سلامه فهمك. لما تفوت صبيه عمرها بالعشرينات وتضحك الصيدلانية، هلا نحن خبينا الوجوه، رح نبعث لك الفيديو بدون تخبيت وجوه، الصيدلانية عارفة إلى حد، يعني عم تضحك أو إلى حد ما، ما بعرف في شيء مش مزبوط، اليوم أمام الرأي العام. يعني حضرتك اليوم كنقيب المفروض كمان اللي شفته النقابة لازم تعمل وجباتها. أنا بوقف إذا في صيدلة ناقصة 3000 تقطع بيعك ستة انه هو عارف انه في اجراء بيعمل شيء بالجريمه بيعبوه بس انه بياخذ اجراء. بس انا هيدا ما حدا رح يقول طبيعي طيب. هذا انا اللي عم لك يعني انا ليه بدي اليوم اظلم. بس هو دواء ممنوع بدون وصف الطبيب. كل ادويه لبنان ممنوع وصف بدون وصف الطبيب. معلش انا بقول كل كمان ممنوع الطبيب يبيع دواء وممنوع بعض الاطباء يبيعوها. يعني اليوم بفهم منك الصيدليتين يلي خالفوا القانون واللي مرقوا ما رح تاخذوا اجراءات فيهم؟ لا مشاكل بدك تفهمني. انا عم بقول لك تفضل. انا ما فهمتك هيك حضره النقيب. عم بسالك بس سؤال، رح يتخذ اجراء ولا لا؟ بس عم بسال امام الراي العام. بشكل قاطع حنسال عن الموضوع. اكيد حنسال عن الموضوع. ما في فيديو، في فيديو واضح. شو بدنا نسال؟ اخذنا الدواء بلا ورقه حكيم. اكيد انا اكيد احتضر على الموضوع مع الزملاء، وانا ما فيني اليوم ادعي على الزملاء بدنا اسالهم واقعد انا وياهم وشوف ليش هيك صار. يعني كمان انا اليوم نحن الزملاء نحن بدنا اخذ نار حافظ على صحه المواطن وماشي بس هي ما يعني ما في سبب. هي واضحه باعت الدواء، باعت الدواء بلا رشدتها. يعني اليوم بدنا نحافظ على الزماله ولا على صحه المواطن؟ اذا هلا صرنا لا على صحه المواطن اولا، بس نحن اذا اليوم صرنا ب ب ب
بالادياليستيك براكتس للمهنه، ويوم ظبطت عند الطبيب. ما رح تصير ايدياليستيك بحياتها، بس احنا لما بنكمل الشغله لازم نبلغ عنها. نعم لا يعني انا اكيد رح احكي بالموضوع، اكيد رح ياخذ الحصص اللي صار، بس انا بتامل ما يكون الاكسبشن او ما يكون انطباع عند الناس انه اليوم في صيادله بده يوزع سيتوتك كيف ما كان، هذا الشيء مش مضبوط بالاخص. حضره النقيب معلش انا بهمني جواب على القضيه. اليوم نحن دورنا كاعلام نوصل لمحل يصير الصيدلاني اذا انا عم بطلب دواء بلا ورقه حكيم ما يعود يسترجي يعطيها، لانه هيدي بغض النظر عن الضرر. بس يا استاذ الجو انا بس بدي خبرك شغله، طلع قانون الوصفه الطبيه الموحده اللي هو بينظم كل العمل من ثلاث اربع سنين. هلا انا بتشكر معالي وزير الصحه الفيزيولوجي والتعوري اللي عم بيتابع بهذا الموضوع، ومثابره بعد ثلاث سنين لحتى بلشنا هلا، ومثابره نحن تماما هذا الموضوع لبلش نحط الترين على السكه لحتى سوا انه مين وصف يكون موجب وصف طبيه. لو نحن كنائب بدنا نهتم انه نطبق القانون بشكل صح، ما كنا لحقنا الموضوع. على كل حال نعم بتشكر مع الوزير اللي تابع الموضوع هذا الموضوع. طيب جواب اخير حضره النقيب، نحن متابعين معك للاسبوع الجاي، رح تخبرنا من هلا للاسبوع الجاي نطلع نقول للعالم شو الاجراءات اللي اتخذت بغض النظر عن الاسباب اللي حضرتك اعطيتها على الهواء واللي انا بعتبرها تخفيفيه، ولكن في غلطه صارت في جرم وقع. مش قد تخفيفيه يا استاذ جوادي، بدك تكون منصف بالنهايه، نحن نطلع على محل واحد قلت لك انت مخالف للقانون، قلت لك هذا مش مخالف للقانون، انا اعترفت قلت لك هذا مخالف للقانون، حتى ولو هن عم بيعطوه للارحى، لانه نعم. في قرارات نعم هيدا اللي عم نقوله. لا لا، ولانه في قرارات وزاره الصحه تمنع وصف هيدي هذا الدواء الا بموجب وصفه طبيه، انا مش عم بعطي اسئله تخفيفيه بالعكس. نعم شكرا لك حضرة النقيب، شكرا لك نقيب الصيادلي دكتور ربيع حسونة. بريك ونتابع القسم الأخير من حكي جالس.